ومعنا عبر الهاتف الأستاذ خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني. أهلا بك أستاذ خالد، وكيف هي تطورات الأحداث والمشهد في السودان الآن؟ المشهد حتى الآن مشتعل في البلاد بفعل التصرفات غير المسؤولة التي قام بها، الاعتداءات الإجرامية التي قام بها العسكري اليوم على ميدان الاعتصام. ما ارتكبه المجلس العسكري اليوم في حق الشعب السوداني هو جريمة مكتملة الأركان، لن يمررها الشعب السوداني ولن يغفرها إطلاقا، وسيكون نتائجها هو إسقاط هذا المجلس وليس التعامل معه تحت أي شكل من الأشكال. على الرغم من نفي المجلس العسكري على لسان المتحدث باسمه أنه لم يتم فض الاعتصام بالقوة، وأنه كان هناك بعض الخارجين عن القانون أتوا من اعتصام كولومبيا بعد محاولة فضه بعد إثارة عدد من الأعمال الإجرامية. هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إذ أن الحملة ضد الاعتصام لم تقف عند حدود اعتصام الخرطوم. هناك اعتصامات أخرى في الولايات تم التهجم عليها في ذات التوقيت، ولا أعتقد أن هنالك كولومبيا في النهود أو أي واحدة من المناطق الأخرى التي تم الاعتداء عليها. ما صدر من المجلس العسكري هو قرار سياسي في الانتقال من التعاطي السلمي بين الطرفين إلى قوة البندقية، يظن أن البندقية ستستديم السلطة له، وهو ظن واهم. إذا كانت البندقية تحمي أحدا فكان الأولى أن تحمي عبر البشير الذي كان يمتلك عدة وعتادا أكبر من المجلس العسكري، وهم اختاروا هذا الخيار. والمؤسف أنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية التعالم ويطلقون مثل هذه الأقاويل التي لا تنطلي على عاقل، والتي يعلم الشعب السوداني جميعه عدم صحتها وعدم وعن كذب الصريح. ما تم اليوم تم فعل مخطط له بهدف واحد، هو الانقلاب على الثورة. ما تم اليوم هو انقلاب كامل على الثورة، وأنا أعتقد أنهم أساءوا تقدير قوة الشعب السوداني. نتاج هذا الفعل كان أن تحول السودان كله الآن إلى ميدان اعتصام. الناس في الطرقات أغلقوا الشوارع، يتظاهرون مطالبين بإسقاط المجلس العسكري وليس احتوائه كشريك الانتقال. طب ماذا عن دعوات العصيان المدني الشامل التي أطلقتها بعض قوى المعارضة وتجمع المهنيين السودانيين تحديدا؟ أطلقها قوى الحرية والتمرير وهي القوى المعبرة عن الشارع، وكما استجاب الشعب السوداني لمسيرات من الفترة من يناير إلى أبريل ولمسيرة 6 أبريل ولإضراب 28 و29 مايو، استجاب الشعب السوداني للعصيان المدني، وسيسقط هذا النظام عن طريق العصيان المدني وعن طريق كافة أدوات المقاومة المجربة والمستحدثة التي لم يتوقف الشعب السوداني عن ابتكارها يوم بعد يوم. طب هل هناك أي إمكانية أو أي فرصة لحوار ما أو شكل من أشكال التفاوض ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المجلس العسكري السوداني؟ كان هنالك تفاوض، وكان هذا التفاوض قد حدث فيه تقدم كبير وكنا على بعد خطوات، ولكن التفاوض أنهاه المجلس العسكري بالرصاص الذي اخترق صدور العزل اليوم بالحريق الشامل الذي أشعلوا في السودان. لا يمكن التفاوض مع طرف يقتل أبناء شعبه بهذه الدم البارد، لا يمكن التفاوض مع من يدمر لك القدر والخيانة ويطلق الأكاذيب حول حقائق أفعاله. والشعب السوداني الآن لن يقبل بالمجلس العسكري شريك في الانتقال أو شريك في مائدة التفاوض، لن يقبل سوى بإسقاطه بالكامل واسترداء السلطة كاملة غير منقوصة. شكرا جزيلا الأستاذ خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني.